نبدا بقى من اول 28. انا لازم ابقى بعرف اشوف ان في 2 ده هو في ار وفي 1 ده هو في ال، ولازم ابقى عارف ان في الريزيستنس هما الاثنين ان سيم فيز، فيبقى الاجابه ان الفي ار اللي هو في 2 ان سيم فيز مع الكارنت. طيب ده كلام كويس جدا. نيجي السؤال اللي بعده 29. هو بيقول لي الامبيدنس بتاعت السيركت اللي فيها كاباستور وريزيستور، هل دي ايكوال الديفرنس يعني ماينس؟ ده غلط. طب هل ده ايكوال زيرو؟ لا ده غلط. طب امال الزد ايكوال ايه؟ ايكوال سكوير روت ار باور 2 بلس اكس ال باور 2. طب امال ايه الالجبريك سميشن دوت؟ تمام؟ الالجبريك سميشن دوت يعني كاني بقول ان هي ار بلس اكس سي، وده طبعا غلط. الجبريك سميشن يعني بالبلس على طول. طيب لما بعملهم بالبلس هيطلعوا رقم، ولما اعملهم تحت الروت هيطلعوا رقم، دايما تحت الروت دوت بيبقى اصغر من البلس دوت، فالاجابه هتبقى لسه زي الالجبريك سميشن بتاعه. طيب نمبر 30. هو بيقول لي عايز الفاليو بتاعت الكرنت اللي بتاع السيركت اللي فيها كاباستور وفيوستات تزيد، يعني هو عايز الاي تزيد. طب ما الاي هي اي ام اف على زد، عشان الاي تزيد لازم الزد دي تقل. طب ما الزد هي ار باور 2 بس اكس سي باور 2، فالزد دي عشان تقل لازم الاكس سي تقل. طب ما الاكس سي هي 1 على 2 باي اف سي، فعشان دي تقل لازم الكاباستور ده يزيد او الفريكوانسي تزيد، فالاجابه ان انا ازود الكاباستنس اوف كاباستور. طيب 30 بيقول لي كاباستور اوف ذا كاباستنس كان فيها ريزيستنس ار متوصله سيريس مع الكاباستور باكتنس قد الريزيستنس. حلو. بيقول لي مبدئيا بس بما ان الاكس سي قد الار، ما الفي سي هي اي اكس سي والفي ار هي اي ار. الاي مالهاش لازمه لان قد بعض، بما ان الاكس سي قد الار يبقى الفي سي قد الفي ار. في اول كيس هو بيقول لي طب لو الفريكوانسي اللي هو الفريكوانسي اوف دينامو روتيشن قل، لو الفريكوانسي قل الاكس سي هو 1 على 2 باي اف سي، الفريكوانسي قلت يبقى الاكس سي زادت، يعني الاكس سي بقت اكبر من الريزيستنس، فيبقى الفي سي بقى اكبر من الفي ار. السؤال ده مهم ومش صعب قوي وكويس. 32 سكتته هو مديني الفريكوانسي ومديني ريزيستنس 1 كي يعني ريزيستنس 1000، تمام، ومديني الفيز ديفرنس باي على 4 اللي هي 180 اوفر 4 تبقى 45، وبيقول لي انهي كومبوننت متوصل معاها. للاسف انا لازم هجرب الاختيارات، فهاخد السي دوت اطلع منه اكس سي، تمام. لما تطلع منه اكس سي هتلاقي ان الاكس سي طلعت ب 1000. تيجي تحسب تاني السيتا اللي هو اكس سي على ار اللي هو 1000 على 1000 تلاقيها ب 1 فتطلع السيتا ب 45، يبقى ده هو الصح. طب لو ما كانش ده الصح كنت هاخد السي الثانيه واجرب، طب ما كانتش الصح كنت هاخد ال واجرب وهكذا. طيب سؤال 33 هو بيقول لي الفيز انجل كانت ب 30، يبقى كان ال 30 ايكوال اكس سي على ار، طبعا اكس سي الاولى، تمام. طيب نشوف تان ال 30 ده بكام. لما نعمل تان 30 تمام يطلع، ثانيه واحده اقول لك، طلع 1 على روت 3، فيبقى 1 على روت 3 ايكوال اكس سي 1 على ار، فيبقى اكس سي 1 بار على روت 7. طيب بيقول لي ده لما كانت اسمها سي 1 وبقت ب 60 يبقى كان
السكستي لما غيرت الكباستور، يعني بقى الكباستور جديد. تمام؟ تان السكستي دوت، تمام؟ لو عملنا تان سكستي طلع بجود 3، يبقى ديت رود 3 ايكوال اكس سي 2 على ار، فيبقى اكس سي 2 بجود 3 ار. طيب لو انا عملت اكس سي 2 على اكس سي 1 هتطلع جود 3 ار على ار اوفر جود 3. تمام؟ الار راح مع الار وجود 3 تحت اللي تحت يطلع فوق، طلع اكس سي 2 على اكس سي 1 ب 3. طيب ما هو الاكس سي انفرس مع السي، فلو اكس سي 2 على اكس سي 1 ب 3 فيبقى سي 2 على سي 1 ب 1 اوفر 3، فيبقى السي 2 ب 1 اوفر 3 من سي 1. طبعا سؤال مش سهل خالص. طيب 34 عندك بيقول ان ال في توتال سكوير روت في ار باور 2 بلس في سي باور 2. هو بيقول لي ان ال في توتال ده ب 5 في 5 في، تمام؟ خلاص اتعوض اصلا وخلص السؤال. في 5 ايكوال سكوير روت في ار باور 2 بلس في باور 2، من هنا يطلع في ار. طبعا الـ VR هتطلع بـ4. طيب 35 هو مديني الـ I، ونفس الكلام إن الـ V total equal square root VR power 2 plus VC power 2، فدي 20 equal VR power 2 مش عندي، إنما الـ VC power 2 دي بـ 12 square، طلعت الـ VR بـ 16. هو مش عايز الـ VR وعايز الـ resistance. طب ما الـ VR هي IR، فيبقى 16 equal 2 في resistance، ومن هنا طلع الـ resistance. طيب 36 اديني رسمة بيقول لي لما الـ potential difference across the capacitor يعني الـ VC equal الـ potential difference across the resistance يعني الـ VR، لما الـ VC قد الـ VR يعني I multiply XC equal I multiply R، دي طارق مع دي يعني XC قد الـ R equal 50. أعوض بقى عادي الـ XC 1 على 2 by FC، وهو بيديني C هناك، من هنا أطلع الـ frequency. طيب 37 مديني الـ frequency ومديني X، لا مدينيش XC دي بالفراد يعني دي C، ومديني الـ resistance 1000، الزد يكوال R power 2 plus XC power 2. كده طلعت الزد. عايز التوتال فولتج لاكس بكام؟ ما هو تان السيتا يكوال نيجاتيف XC على R. واحد يقول لي انا خلاص معايا طلعت السيتا بنيجاتيف، ما هو طبيعي تطلع السيتا بنيجاتيف، بس هو بدل ما يحط نيجاتيف قال لاج، فخلاص يبقى مش لازم احط النيجاتيف بدل قال لاج. طيب 38 هو بيقول عندي اومك ريزيستنس الاكس، اندكتيف رياكتانس باكس، تمام؟ عايز الفيز انجل. طب ما هو تاني ثيتا هو اكس ال على ار، اللي هي اكس على اكس اللي هي 1، طلعت الثيتا ب 45. طيب 39 هو بيقول لي لو الاكس تي، لو الاكس سي 3 ار، تمام؟ عايز الزد، فيبقى الزد يجي R power 2 plus XC power 2، فيبقى Z equal R power 2 plus 3R power 2، فالZ طلعت تعملها 1 power 2 plus 3 power 2 طلعت جوه تام R، تمام؟ دي تبقى الZ. طيب نمبر 40، نمبر 40 بيقول لي لو الXC كانت قبل الR، تمام؟ طب ما لو الاكس سي قد الار، الزد يكون ار باور 2 بلس اكس سي باور 2، تمام؟ فالزد يكون ار باور 2 بلس ار باور 2، هي اعمل 1 باور 2 بلس 1 باور 2 طلعت جود 2 ار. لو الفريكونسي دبل، الاكس سي 1 على 2 باي اف سي،
فلو الفريكوانسي دي دبل يبقى ده قل النص. فبدل ما الاكس سي كان ايكوال ار هيبقى قل نص ار. فاجيب الست الجديده ار باور 2 بلس هاف ار باور 2 تمام. طبعا 1 باور 2 بلس 1 اوفر 2 باور 2 تمام. تحسبها تحت الروت 1 باور 2 بلس هاف باور 2 تمام. طلعت الزد دي ب 1.118 ار. كده بقى معايا زد 2. هو عايز يعرف زد 2 بقد ايه. خلاص انا كده طلعت زد 2 اللي هي 1.118 وخلاص تمام. شوفها بقى دي زادت الدبل. لا هي ما زادتش الدبل اصلا، هي قلت. قلت النص. لا برضه ما قلتش النص، بقت 1.1 ار. طيب نمبر 41. نمبر 41 الاي سابقه البي، وبدل الاي سابقه يبقى فيه كباستور، وبدل مش ب 90 يبقى كمان فيه ريزيستنس تمام؟ ويبقى كمان فيه ريزيستنس 42. السؤال ده بقى بالنسبه لي اهم سؤال لازم اتعلمه، مهم جدا. هو بيقول لي ان الفولتج التوتال فولتج يعني في توتال، لا ان هو ايكوال في 1 تمام بلس في 2 من غير الروت. عشان يبقى الفي توتال ايكوال البلس من غير الروت، عشان ما احطش روت لازم يبقوا سيم كومبوننت. عشان يبقى القانون بلس زي تشابتر 1 من غير الروت لازم يبقوا نفس الكومبوننت. يعني لو ده ار يبقى ده ار، لو ده اكس سي يبقى ده اكس سي، طب لو ده اندكتور يبقى ده اندكتور. هو بيقول لي ان الاولاني اندكتور من غير ريزيستنس، يبقى الثاني اندكتور من غير ريزيستنس. معلومه ان هم بلس بعض دي تمام لازم يبقوا سيم كومبوننت، المعلومه دي مهمه جدا. طيب 43 بيقول لي ان الفي هنا والاي معاه على نفس الخط، يعني الاثنين ان سيم فيز يبقى هما ريزيستنس بس. بدل الاثنين سيم فيز محدش سابق حد يبقى هما الاثنين ريزيستنس. طيب 44 هو بيقول لي مديني ريزيستنس ب 300 ومديني اكس سي اللي هي الكباستف ريأكتنس ومديني فريكونسي. خد بالك ده فولتج اكوز كباستف، يعني ده الفي سي، يعني الفي سي اللي هو اي اكس سي، يعني الـ VC اللي هو 5 equal I multiply 265. من هنا تطلع الـ I 0.019 وده الـ required التاني. required الأولاني طبعا الـ XC 1 على 2 by FC هطلع من نواة الـ C. طيب الـ required التالت عايز الـ potential difference across the resistor، يعني I multiply الـ R يعني 0.019 multiply resistance اللي هي 300 وخلصت. خلصت وخلص السؤال. طيب نمبر 45 هو مديني الاي ام اف ب 200 ومديني الفريكوانسي ب 50 وفي لمبه. خد بالك بقى من حاجات اللمبه، ده الباور بتاع اللمبه وده الفي بتاع اللمبه. انا اقدر اقول ان الباور في ملتبلاي اي فيبقى 25 ايكوال 100 ملتبلاي اي، فيبقى الاي طلع 0.25 امبير. ده الاي اللي بتشتغل بيه اللمبه. في نفس الوقت اقدر اقول ان الباور في سكويرد على ار فيبقى 25 ايكوال 100 باور 2 على ريزيستنس. طلعت الريزيستنس ثانيه واحده اقول لك 1025 طلعت الريزيستنس ب 40. كل ده جبته من الديتيلز بتاعت اللمبه بس. طبعا هو نوع من جي سي فهطلع الاكس سي 1 على 2 باي اف سي تمام. وبعدين اطلع الزد اللي هي سكوير روت ار باور 2 بلس اكس ال باور 2. بعد كده اطلع الاي اللي بتمشي في السيركت اي ام اف على زد تمام. هتلاقي ان الاي اللي بتمشي في السيركت دي طلعت 0.4. طب والاي اللي محتاجاها الضمه 0.25 تمام. فكده دي اعلى من اللي محتاجاها اللمبه يبقى هتتحرق. فالاجابه 0.4 وتتحرق. مش عارف 0.4 ولا 0.45 ايا كانت الحسبه يعني. طيب 46
46. هو بيقول لي ان الثيتا كانت ب 45. نبتدي الاول زي ما هو قايل لي tan 45 equal xc على r، فيبقى 1 equal xc على r، فالxc كانت قد ال r. ده في الاول خالص. هو بيقول لي لو وصلت الكاباستنس تاني ان سيريز وعنده نفس الفاليو، خد بالك لما بيبقوا سيريز هيبقوا بارلل، فسيب سي على سي بلس سي طلعت هاف سي. لما السي تقل النص يبقى الاكس سي زادت الدبل. طب هي كانت بار، فيبقى الاكس سي في الحاله ديت هي ب 2 ار عشان زادت الدبل. طيب نجيب التاني الثيتا اللي هي اكس سي على ار اللي هي 2 ار على ار، ده كنسل مع ده، طلعت الثيتا نيجاتيف 63.4. طبعا نيجاتيف تمام عشان بتبقى نيجاتيف اكس سي على ار. طيب بيقول لي لو وصلت ريزيستور تاني ان بارلل كده الار ماشي، ريزيستور تاني ان سيريز فالار بقت 2 ار، فتعالى نجيب التاني الثيتا هي اكس سي على ار، واكس سي في الاول خالص كانت بار، فهتبقى ار على 2 ار، تطلع شيفت تاني الهاف تطلع نيجاتيف 26. طب ليه نيجاتيف؟ لان القانون اصلا فيه نيجاتيف. طيب 47 47 هو مديني ال i، فهقول ان i equal emf على z معايا ده وده، هطلع z بعد كده z equal square root 4 over 2 plus xc 2، بس انا معيش ال xc فهجيب ال xc الاول اللي هي 1 على 2 باي fc. طبعا معايا f ومعايا c، هطلع ال xc واحطها اطلع ال resistance تطلع c. طيب number 48 هو مديني الريزيستنس 1000 ومديني الاي نفس الكلام، هقول ان الاي ايكوال اي ام اف اوفر زد، انا معايا اي ومعايا اي ام اف هطلع الزد، بعد كده الزد ايكوال ار باور 2 بلس اكس سي باور 2 وانا معايا ار طلعت الاكس سي، بعدين الاكس سي ايكوال 1 على 2 باي اف سي اطلع السي اللي هو عايزه. طيب هو بيقول لي لو السيتا بنيجاتيف 45 فهقول ان تان نيجاتيف 45 equal negative xc على r، فيبقى 1 equal negative xc على r تمام. طبعا negative 1 فطلعت ان xc قد ال r قد ال 1000 اللي مديهالي، فطلع بقى من xc جديده 1 على 2 by fc وطلع c الجديد. طيب 49 هو بيقول لي لما الكي كان مفتوح، طيب لما الكي كان مفتوح تمام هو مديني resistance، فهقول ان الاي ايكوال اي ام اف اوفر زد، فانا معايا اي ومعايا اي ام اف هطلع الزد، ومن الزد هقول ان هي سكوير روت ار باور 2 بلس اكس سي باور 2، معايا زد ومعايا ار هطلع الاكس سي. ده في الكيس الاول. طيب تعال بقى لو قفلت الكي، لو قفلت الكي دول بقوا بارلل، فخد بالك ان في الكاباستور البارلل بيتعمل سيريز، فهتبقى سي توتال هي 2 سي، يعني سي توتال زادت والاكس سي انفرس مع السي، فيبقى الاكس سي قلت للهاف تمام. وانا طبعا كان معايا الاكس سي اللي في الاول اللي انا مطلعها من هنا اهو، تعالى بس احسبها لك سريعا تمام. لما اجي احسبها هتبقى ايكوال ثانيه واحده 200 على 0.2 تمام، طلع الزد ب 1000 فهتبقى 1000 equal square root r power 2 اللي هي 500 power 2 plus x power 2، طلعت ال xc في الاول ب 66.025، فال xc الجديده هتبقى half multiply 86.025 تمام، طلعت before 33.0125، وابتدي اشتغل بقى عادي خالص، اجيب الزد اللي هي r باور 2 بلس الاكس سي الجديده سكوير، بعد كده الاي تبقى ايكوال اي ام اف على زد. سؤال خطواته كتير بس هو مش صعب قوي يعني. 50 طبعا انا لازم ابقى حافظ الجسم دي كويس قوي، ان هنا ال في ار هنا ال في ال هنا ال في سي. طيب هو بيسالني ال في ال ماله بال في سي، ال في ال بيساوي ال في سي ب 180، ف
فيبقى ليك في البي سي 180 طيب 51 51 ده تقريبا هو محلول غلط في الموديل انسر. تقريبا السؤال ده محلول غلط في الموديل انسر. هو بيقول لي وصلت كومبوننتس ان سيريس لقيت ان الفاليو بتاع الكارنت انتنستي عند لحظه معينه، لا مش محلول غلط معلش، عند لحظه معينه تمام الفي الاي كانت عند الزيرو تمام والفي كانت عند الماكس. طيب ما في الحاله دي المفروض يبقى كويل، معاك حق، هو كده انا موصل كويل تمام، بس موصل كويل بس انا هو قايل لي كلمه اسمها كومبوننتس. لو كويل بس ما كانش قال كومبوننتس لان هو كومبوننت واحد، دي تنفع تبقى صح لو كان دي ما فيش كومبوننتس كتير. طب امال امتى تبقى كده ويبقى فيه كومبوننتس كتير؟ تبقى في الحاله دي، دي الاي ودي الفي ار، ده الفي ان وده الفي سي تمام. عشان تبقى الفي توتال هنا والاي تبقى هنا لازم دوت يبقى دبل دوت، يعني الفي ان تبقى 2 في سي. طب ليه؟ عشان يبقى عندي فوق نقطة الفي ال 2 في سي وتحت دي في سي ودي في ار، فلما اعمل 2 ماينس 1 يتبقى 1 فيبقى نقطة الفي توتال ودي في ار وطبعا الاي. فكان لازم يقول لي ان هو موصل كويل والكباستور، يبقى موصل كويل والكباستور والكويل يبقى ضعف الكباستور، وما قاليش طبعا في ولا واحده فيهم كده هو، فتبقى اني اوف ذا بريفيس. المفروض الاجابه صح ان انا موصل كويل ضعف الكباستور او موصل كويل لوحده. هو انا قلت قال لي كومبوننتس فدي بقت غلط بسبب كلمه كومبوننتس. طيب 52 52 ده سؤال مش صعب خالص، هو مديني اكس سي ومديني ال، اعوض عادي خالص في قانون الزد اللي هو ار باور 2 بلس اكس ال ماينس اكس سي سكوير، طبعا مفيش ار شيلها واعوض وبعد كده الاي ايكوال ام اف على زد وعادي خالص تطلع مفيش ار بتشيلها. طيب 53 انا عندي الفي توتال هو سكوير روت في ار باور 2 بلس في سي باور 2، هو مديني ان الفي توتال بفي تمام، فدي هتبقى ايه؟ معلش انا اسف انا كاتب كده القانون ناقص، هو في ار باور 2 بلس في ال ماينس في سي سكوير، طبعا مفيش في ار فهشيلها. طيب انا عندي الفي ال تمام هو ما اعرفهاش، فدي هتبقى في ال ماينس في سي اللي هي في سكوير صح؟ اعملها على الكالكوليتر وخلي ده اكس تمام؟ لما تخلي ده اكس هيطلع ان ال في ال تمام ب 3 عشان نحسبها اسهل، خلي ده 1 ودي اكس وده 1 واحسبها يطلع الانسر، فهتبقى 1 الفا ايكوال سكوير روت اللي انا عايزه ماينس اللي مش عندي اللي هو 1 قصدي سكوير تمام، يطلع الانسر ب 2 معلش، فدي هتبقى 2 في وبس كده. طيب 54 بغض النظر عن اجابه السؤال دي كلها، هو بيقول لي ان هو مصدر كاباستيف ريأكتنس اكس سي تمام مفيش ريزيستنس واندكتيف ريأكتنس اكس ال كانت ساعتها في ار، واحده واحده انا عندي زد يكوال سكوير روت ار باور 2 بلس اكس ال ماينس اكس سي اول سكوير، طبعا مفيش ار ده راح الباور 2 راح مع الروت فالزد بقت اكس ال 1 ماينس اكس سي 1 تمام، ساعتها بيقول لي ان هي اي فهيبقى الاي ايكوال ام اف على زد اللي هي اكس ال 1 ماينس اكس سي 1، خلي ده معاك. طيب بيقول لي ان هو بعد كده الكاباستنس اوف ذا كاباستور السي قلت اربع مرات تمام، فيبقى انا عرفت ان الاكس سي زادت اربع مرات فيبقى اكس سي 2 ب 4 اكس سي 1 عشان زادت اربع مرات،
تعالى نجيب الزد، فالزد ده هتبقى ايه؟ سكوير روت 4 باور 2 بلس اكس ال ماينس اكس سي سكوير. ده طار عشان مفيش ريزيستنس وده راح معانا، فبقت الزد ايكوال اكس ال ماينس اكس سي الجديده اللي هي 4 اكس سي 1. طيب بيقول لي ساعتها الاي دبل، فبقت 2 اي ايكوال اي ام اف على اكس ال ماينس 4 اكس سي 1، دي تبقى الايكويشن الثانيه. طيب هضطر اقسمهم على بعض، فيبقى اي على 2 اي تمام، فبقت اي اوفر 2 اي ايكوال اي ام اف اوفر اكس ال ماينس اكس سي اوفر اي ام اف اوفر اكس ال ماينس 4 اكس سي. ايه اللي حصل بقى؟ الاي ام اف تارجت والاي تارجت، وتحت اللي تحت يطلع فوق، فبقت هاف اي اكس ال ماينس 4 اكس سي على اكس ال ماينس اكس سي كروس مالتيبليكيشن، بقت اكس ال ماينس اكس سي 2 في اكس ال، وطبعا 2 في نيجاتيف 4 فبقت نيجاتيف 8 اكس سي. تمام، بس في حاجه بس هغيرها، ان هو بيقول لي الاكس سي هي اللي اكبر من اكس ال، فاخلي دي الاكس سي هي الاول، لازم الكبير يبقى هو الاول، فهتبقى 4 اكس سي ماينس تمام ماينس اكس ال. الترتيب هيفرق؟ اه للاسف الترتيب هيفرق، فدي هتبقى 4 اكس سي ماينس اكس ال، فدي هتبقى 4 اكس سي ماينس اكس ال تمام. فدي هتبقى نعمل ده بقى كروس مالتيبليكيشن، ف 2 في 4 اللي هي 8 اكس سي ماينس 2 في 1 اللي هي ماينس 2 اكس ال ايكوال اكس ال ماينس اكس سي. هجيب الاكس سي الاول بالبوزيتيف وادي دي بالبوزيتيف، فبقت 8 اكس سي بلس اكس سي ايكوال اكس ال بلس 2 اكس ال، فبقت 9 اكس سي ايكوال 3 اكس ال. هو بقى عايز اكس ال على اكس سي، فهتبقى 9 اوفر 3 اللي هي 3 اوفر 1. طبعا سؤال فيه ماث كتير قوي ما اظنش عمري يجي يعني، بس ستيل حله مرتين ثلاثه اتاكد ان انت بقيت بتعرف تحله يعني. سؤال صعب طبعا مش سهل، بس مش عشان الفيزكس، عشان الماث. 55. طيب هو بيقول لي عندي اي سي سورس عنده فريكوانسي اف متوصل مع كاباستور واندكتور واوميك ريزيستنس تمام. الكاباستور رياكتنس دبل الاندكتور رياكتنس، يعني اكس سي ايكوال 2 اكس ال تمام. سو ذا فريكوانسي انكريز، لو الفريكوانسي زادت الدبل. طيب انا لازم ابقى عارف حاجه، لو الفريكوانسي زادت الدبل يبقى الاكس ال زادت الدبل تمام، ويبقى الاكس سي قلت النص تمام، علشان هما انفرس. طيب انا كان عندي نقط ان اكس سي على اكس ال ايكوال 2 تمام. طيب ركز معايا ركز معايا، دي قلت النص تمام، ودي والاكس ال هو قال معلش ايه اللي حصل؟ قال الفريكوانسي زادت الدبل. لا السؤال ده لازم فيه شغل، هيبقى 1 على 2 باي اف سي اوفر 2 باي اف ال ايكوال 2، تحت تحت الفوق ده ينزل تحت، فهيبقى 1 على 2 باي سكويرد اف سكويرد تمام ملتبلاي سي ال كل ده ايكوال 2 تمام. خلي ده معاك. طيب تعالى نعمل الريشيو الجديده اللي هي اكس سي 2 على اكس ال 2، دي هتبقى 1 على 2 باي اف سي على 2 باي اف سي، لا دي بقى 2 اف ودي 2 اف، ده ينزل تحت فهتبقى ايه؟ 1 على 2 باي سكويرد 4 اف تمام؟ ملتبلاي سي ملتبلاي ال. ركز معايا بقى انا هعمل ايه؟ انا هشيل 1 على سي ال اف وال 2 باي سكويرد يعني كل ما عدا ال 4 واحط مكانه 2، فديت بقت 2 اوفر 4 اللي هي هاف تمام؟ فيبقى الريشيو بتاعتهم الجديده بقت هاف. طبعا سؤال صعب تاني من الاول،
اكس سي على اكس ال الطول، فدي هتبقى 1 على 2 باي اف سي، ودي 2 باي اف ال، هنزل ده تحت فبقت 1 على 2 باي سكوير اف سكوير سي ال ايكوال 2. خلي ده معاك. عايز الجديده دي قالك الفريكوانسي بتتضرب فدي 2 اف و2 اف، فبقت 1 على 2 باي سكوير ب 4 اف سي ال. انا معايا الكلام ده كله من غير ال 4 ايكوال 2، فهشيل الكلام ده كله واحط بداله 2 وعندي 4 تحت فبقت 1. طبعا سؤال برضه تقيل، ما انت مش فيزكس. السؤال ده انا هجيبه في الامتحان الكبير عشان نطمن ان احنا بقينا بنعرف نعمله. 56 ده سؤال سهل مش صعب. تمام؟ هو بيقول لي لو الفريكوانسي دبل، لو الفريكوانسي دبل لازم ابقى عارف لو الفريكوانسي دبل الاكس ال دبل والاكس سي هاي. طيب لو الاكس ال دي دبل يبقى الاي اللي بتعدي دوت قلت النص، ولو الاكس سي دي قلت النص فيبقى الاي اللي بتعدي دوت زادت الدبل، فيبقى اميتا 2 ده زاد واميتا 1 ده قل. طيب 57 يبقى اخر سؤال في البارت ده. تمام 57 هو بيقول لي ان الفي سبق الاي، الفي عشان تبقى سابقه الاي عندي حالتين، لان تبقى ار ال سيركت فالفي تبقى سابقه الاي، او ار ال سي سيركت، وطبعا الاكس ال لازم تبقى اكبر من الاكس سي عشان تبقى الفي هي اللي سابقه الاي، فهتبقى ار ال وار ال سي. ماشي 58 بيقول لي في المنظر اللي قدامي دوت الاكس سي 1 تمام بهاف اكس ال، بيقول لي لما الكاباستنس قل فبقت اكس سي 2 تمام ب 3 اوفر 2 من اكس ال. تمام فهو عايز الكرنت يحصل له ايه، عايز يعرف الكرنت يحصل له ايه. ركز معايا، الزد دي سكوير روت 4 2 بلس اكس ال ماينس اكس سي سكوير، دي كانت قليله فلما دي تبقى قليله تمام بماينس حاجه قليله فالرقم ده كله كتير، طبعا دي بالنيجاتيف فهي انفس، فلو دي قليله دي كتير. تمام ان هو الاكس سي زادت زد ايه؟ سكوير روت 4 2 بلس اكس ال ماينس اكس سي سكوير. تمام؟ السي دي زادت فبقيتها ماينس حاجه كبيره فدي قلت. طبعا الاي عكس الزد، طبعا مفيش فانش دي ابدا، الاي هتبقى عكس الزد، فشوف يبقى الاي في الحاله الجديده زادت تمام لحد ما توصل للفاليو. طيب السؤال دوت احسن حل ليه، سيبك من كل اللي انا بعمله، اثبت الارقام. يعني افترض ان دي ب 100 تمام ودي ب 100 ودي ب 50 عشان هو قال لك ان دي نص دي، واحسب الزد واحسب الار. بعد كده خلي دي 100 زي ما هي ودي 100 زي ما هي ودي 150، وحل تاني خالص، هات الزد الجديده والاي الجديده وشوف حصل ايه. طيب